أصدر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية تقريره الثالث عن متابعة الانتخابات الرئاسية 2024 في مستهل اليوم الثاني للتصويت، مؤكدا انتظام سير العملية الانتخابية في كافة مراكز الاقتراع التي تابعها الفريق الميداني التابع للمركز، مشيرا إلى انتظام عمل اللجان في موعدها المحدد لبدء عملية الاقتراع على مستوى محافظات الجمهورية. وتضمن التقرير مشاهدات عن المشاركة الكثيفة من الناخبين في التصويت في مختلف اللجان على مستوى الجمهورية، كما تضمنت المشاهد استمرار مشاركة الشباب الكثيفة في عدد كبير من مراكز الاقتراع، بالإضافة إلى المشاركة النسائية الحاشدة في أغلب المقرات الانتخابية التي تسير على نهج اليوم الأول الذي شهد حضورا كثيفا في معظم اللجان. كما أكد التقرير أن الخروج الكبير للمصريين بهذا الشكل وبعد 10 سنوات على ثورة 30 من يونيو يعد تأكيدا على حالة الاستقرار السياسي والمجتمعي التي تعيشها مصر بعد سنوات من مواجهة تحديات ومخاطر لم تشهدها من قبل. ونوه التقرير إلى أن فريقه الميداني لم يلحظ أي أنشطة مخالفة لإجراءات العملية الانتخابية.